السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر الصابرين. الحمد لله القائل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإياك يا الله نعبد ونستعين. الحمد لله خلق الأكوان وجعل أكرمهم بني آدم الإنسان، وجعل ديننا خير الأديان، وجعل العقيدة هي الفيصل والبرهان، والصلاة والسلام على طب القلوب وحب الرحمن وعلى آله وصحبه أهل العلم والعرفان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال أبو عيسى: هذا حديث مفسر حسن غريب. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. ورواه أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان. أيها المسلمون، أيها الإخوة والأخوات، السادة والسيدات، الحديث عن موضوع كان الله ولم يكن شيء، وهو الآن على ما عليه كان. إن من المصائب التي ابتليت بها الأمة في الآونة الأخيرة هي تخبط بعض النخبة في أمور العقيدة، فنرى المجسمة في لباس السنة، فمسألة الاستواء على العرش لا بد من توضيح، وعقيدة السنة فيها لا بد من تصريح، ولكل من وصفه بالجلوس فيه لا بد من تنبيه. أولا، الحافظ ابن تيمية ونسبته إلى التجسيم. قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة عن الحافظ ابن تيمية أنه ذكر حديث النزول: فنزل عن المنبر درجتين، فنزل عن المنبر درجتين، فقال: كنزولي هذا، فنسب إلى التجسيم. وقال ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي عن ابن تيمية، وقوله بالجسمية والجهة والانتقال، وأنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر، تعالى الله عن هذا الافتراء الشنيع القبيح والكفر البراح الصريح. وقال الحافظ ابن تيمية: إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه،
يجلسه ربه على العرش معه. الخلاف أصلا، الخلاف الجوهري في هذه المقولة يجلسه ربه معه، فهو إثبات الجلوس للرب سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وقال أيضا، أي الحافظ ابن تيمية، الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. الله معنا حقيقة، هذا قول الحافظ ابن تيمية حرفيا، الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. وعقيدتنا أيها الإخوة والأخوات، الله موجود ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، الله موجود ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. ففي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. فهذه هي الله موجود ولا مكان. وفي رواية في الصحيح أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. فثبت أيها الإخوة والأخوات بتقرير حبيبنا وحبيب الرحمن أن الله موجود ولا مكان، وهو متصف بجميع صفاته ولا زمان، ولا يحويه شيء لا زمان ولا مكان، وهو خالق كل شيء ومستغن عن كل شيء. قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن الله غني عن العالمين. قال سيدنا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وسلام الله عليه: إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته لا مكانا لذاته، قد كان ولا مكان، وهو الآن على ما كان. وقال سيدنا الإمام جعفر الصادق: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا. الرسالة القشيرية. وقال التابعي الجليل إمامنا في العقيدة والفقه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في كتابه الوصية: نقر بأن الله تعالى على العرش استوى من غير أن تكون له حاجة واستقرار عليه، وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق، ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار، فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى. وفي الفقه الأبسط قال الإمام أبو حنيفة: كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء. قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه،
يحتاج إلى تفصيل دقيق وطويل. وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. وقال: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. وقال: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال الإمام عبد القاهر البغدادي: وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. وقال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء: وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأراضون ولا السماوات، وأنه مستوي على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته. وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء، كما لا يزيده بعدا عن الأرض والثرى، بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء، كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام، كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام، وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى عن أن يحويه مكان، كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان. وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنا به: الحمد لله ذي العزة والجلال والقدرة والكمال والإنعام والإفضال، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر، ولا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، ولا تحيط به الجهات، ولا تكتنفه الأراضون ولا السماوات، كان قبل أن كون المكان ودبر الزمان، وهو الآن على ما عليه كان. وقال الإمام السيوطي رحمه الله: تنزه عن سمات المحدثات، فلا جسم ولا عرض ولا صوت ولا انتقال، ولا يحويه مكان ولا زمان، ولا يخطر بالبال، ولا يدركه العقل، ولا يحيط به الإدراك، ولا للذهن إلى حقيقته مجال. أيها الإخوة المؤمنون، عقيدتنا ثابتة وبالبراهين قاطعة وبتوضيح الأئمة واضحة، وعقيدة المخالفين باطلة بأدلتنا الدامغة الراجحة. فالله موجود ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، وهو منزه عن المكان والزمان. قال الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، هذا هو ثابت، أخرجه بإسناده الإمام البيهقي في الأسماء والصفات. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول،
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شهرياز غني شكرا. محمد أحمد رضا. فضل الدين الزامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل الدين الزامي ما شاء الله. شهرياز الدين غني، ما هي التفصيل برفع اليدين في الدعاء إلى السماء على أن الله تعالى منزه عن الجهة؟ نعم شيخنا، الله سبحانه وتعالى منزه عن جميع الجهات، فالسؤال لماذا نرفع أيدينا إلى السماء؟ لا نرفع أيدينا إلى السماء بسبب أن الله سبحانه وتعالى مستقر أو جالس في السماء أو في العرش، بل قبلة الدعاء السماء، القبلة في الدعاء السماء، وهو سنة. رفع الأيدي في الدعاء إلى السماء لا يعني أن الله سبحانه وتعالى، لا يعني بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى مستقر أو جالس في السماء أو في العرش أو في الكرسي. هذه هي سنة والأدب، والسماء قبلة الدعاء كما فصله الفقهاء. فضل الدين الزامي مرحبا. عبد الحليم كمال بوري ما شاء الله. لماذا شاه رياض عبد الغني، لماذا بين الله في القرآن والسنة في بيان العرش ولكن إن الله منزه، إن الله تعالى منزه عن المكان أي الكرسي كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ الجواب على هذا السؤال شيخنا في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته لا مكانا لذاته. إن الله سبحانه وتعالى خلق العرش، والعرش أكبر المخلوقات، خلق العرش إظهارا لقدرته لا مكانا لذاته. والله سبحانه وتعالى منزه عن المكان، لماذا؟ لأنه هو الموجود قبل أن يخلق الخلق، والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أوضح ذلك: كان الله ولم يكن شيء. لذلك العرش الله سبحانه وتعالى خلقه إظهارا لقدرته لا مكانا لذاته. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.